كنت عايزه اتكلم معاكي من فتره كبيره، بس للاسف ما كانش في وقت. انتي عارفه بقى يا طنط، العفش والديكور والحاجات، كل الحاجات دي بتاخد وقت طبعا. يا حبيبتي انا عارفه طبعا. عايزه اقولك يا جان انه عماد فعلا بيحبك، ده ابني وانا عارفاه كويس. انتي واخده راجل بجد، هتعرفي كلامي ده مع العشره، انتي كل حاجه في حياته. لا ما انا عارفه ان عماد بيحبني كويس، ومتاكده كمان انه هيكون مبسوط معايا. ان شاء الله يا حبيبتي. انا عشان كده بقى هتكلم معاكي بصراحه. اتفضل. لاني بعتبرك زي عماد بالظبط. انا حاسه يا جاني ان انتي حاطه حاجز ما بيني وما بينك، معرفش بتعامليني رسمي قوي، وبعدين مش بنتكلم مع بعض زي اي اتنين. يعني كنت بقول كده احتمال يوم من الايام الحاجز ده يتكسر ونتكلم مع بعض، بس للاسف ده ما حصلش. علشان كده قررت النهارده اني اتكلم معاكي واكسر الحاجز ده بايديا. انا عايزه افهمك ان انا زي امك، يعني لو عماد عمل لك اي حاجه او ضايقك، وطبعا ده مش هيحصل وانا متاكده، تكلميني على طول وتيجي تقعدي معايا. انت عارفه ان انا ما عنديش بنات، وانت زي بنتي بالظبط. هو في حاجه يا طنط؟ يعني انا من ساعه ما عرفت عماد في حاجه مضايقه حضرتك؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. طيب يبقى انا صح بقى. بصي يا طنط، كتر الكلام بيعمل مشاكل كتير قوي، علشان كده أنا حابة إن يبقى ده شكل العلاقة بيني وبين حضرتك. وفي سبب تاني، لحضرتك عمرك هتكوني أمي ولا أنا عمري هكون بنتك. ليه كده يا حبيبتي؟ علشان دي الحقيقة، عماد مش هيبقى زي أمجد عند بابا وماما. بعدين أنا مش هكدب عليكي ومش هقولك كلام مش حقيقي، أنا مش هتدخل أبدا في العلاقة بينك وبين عماد خالص، ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. بس اللي حضرتك لازم تستوعبيه إن عماد حياته اتغيرت، يعني هو داخل على جواز، مش هيبقى فضيلك على طول، حياته هتتغير زي بالظبط انا كمان حياتي هتتغير. مش فاهمه، ما تفهميني اكتر. لا هو في الحقيقه كده انا مش هقدر افهمك، تهيألي الايام كفيله انها تفهم حضرتك. انت شايفه كده؟ طبعا اكيد. معلش سوري يا طنط عشان انا صاحباتي كده سايباهم لوحدهم. على اسمك بيتك. انتي كنتي هتوقعيني على وشي على فكره، بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. تخيلي العيال النهارده سهروني في كباريه. انبسطتي يا حبيبي؟ يعني انت عملت ايه في ليله الحنه؟ مالك؟ يا ماما انا مش هسيبك، انا ماليش غيرك. الله يا امي، انا هفضل جنبك على طول. أنا مش هحضر فرحك يا عمر. ليه؟ مش هحضر فرحك يا عمر. مش هقدر أحضر فرحك يا عمر. مش هقدر أفرحك. مش هقدر فرحك يا عمر. خلاص ما حضروا. لا مش صباح الخير. صباح الخير استاذه ساره. طيب اتفضلي حضرتك. بس دي انا لسه ما جاتش. انا عارف، كان مستر حسام قال ان حضرتك عايزاني اساعدك.
خير، اتفضلي. انا عايزه اشوف اوضه هنا قبل ما تيجي من المدرسه، وعايزه اشوف كل حاجتها ولعبها. حاضر، انا تحت امر حضرتك. ممكن تكلميني شويه؟ مامتها مدام نجوى الله يرحمها ووالدها كان عازف مشهور قوي ويوناني، بيقولوا ده كان العازف بتاع الملك. هي دي اللي عند حضرتك في الصوره، وده بقى البيانو بتاع هنا. واكتر مكان بترتاح فيه هي فين اوضتها؟ اتفضلي. بقالي اسبوع كده ملاحظ ان هي مش مظبطه ومتغيره، بترجع من المدرسه تقعد في اوضتها ما بتكلمش حد ما بتاكلش، وفهمت ان التغير ده كله عشان جالها بيريود وهي معقده من رؤيه الدم. هنا كانت مع مامتها لما عملت حادثه وشافتها لما ماتت في المستشفى، ساعتها وهي ما بتقدرش تشوف دم خالص. صباح الخير. أنا في طريقي للمكتب، ليه تعرفي إيه؟ أهلا يا حبيبتي. إزيك؟ أنت ليه قاعدة على البيانو بتاعي؟ أنا آسفة، تعالي اقعدي. ايه ده؟ مش احنا اتفقنا ان انا اعلمك حاجه وانتي تعلميني حاجه؟ ايوه بس انا مش عايزه. هنا يا حبيبتي، لو عايزه تبقي شاطره وكويسه في الموسيقى زي مامتك وجدك لازم تتعلمي تقري نوتة. بس ماما ماتت خلاص. ايوه هنا هي ماتت، بس بتحس بيكي وبتشوفك وبتتبسط لما تشوفك كويسه. تعالي. بصي بقى يا ستي، تعرفي بقى تعزفي اللي انا عزفته؟ برضه تبقي احسن. ممكن بقى نبتدي بسرعه عشان ما نضيعش وقت. طيب ممكن اروح اغير وارجع لك تاني؟ ممكن. وممكن بقى تعزميني على شاي اخضر؟ اكيد. وبعد كده تعالي اشرحي لي قصه الفيلم. اصل الفيلم ده ليه قصه مهمه جدا. الفيلم ده